Makom-makom simbah kiai wonten dusun wonten desa Mudal punika obor kagem kita panjenengan sedaya. Bagai itu ibarat obor, kapan obor itu ora dipanggyo tetep. Nek kapan obor itu ora sing nempati, ora sing nguripke insyaallah kahanan utawi keadaanipun situasi dipun bisa dadi pada kapan obor-obor itu dipun uripa. Lah kita jenengan sedaya urip di lingkungan tikatan, urip nang lingkungan kawungan gesang wonten ing dukuh, gesang wonten ing kasihan yang ingkang anggadhahi kewajiban gesangaken obor pripun niku nggih masyarakat ingkang ingkang wonten wonten ing dukuh. Sedaya warga niku dipun paringi slamet. Sedaya ingkang anggadhahi sabin dipun paringi panenan ingkang sae. Sedaya ingkang anggadhahi penyakit dipun paringi mantun. Sedaya sing diutang bisa lunas. Sing sabin ya terlaksan. Utang-utang sing dikit dibojo meneh aja keturutan. Amin. Monggo kami wasilah Fatihah kita panjenengan sedaya alami pemberangkatan ziarah kuning. Liridhonya ya Allah subhanahu wa taala صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أبرار المصطفى سيدنا وعلى حبيبنا سمعنا برياد محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى قدر السلطان المولى شكر القدير الجيل عند الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. شكر الكريم شكر الجنة الفردوس شكر رضي الله عنه وضرب له خصوصا شكر كيف كان شكر الله
Ya Habibah Rasulullah, Ya Habibah Rasulullah, Simbah Kiai Pikat, Simbah Kiai Pikat, Cinaka, Cinaka, Rohidina, Rohidina, Wa'ala Syafa'atika, Wa'ala Syafa'atika, Rojina, Rojina, Nafa'an Allah, Nafa'an Allah, Bi'ulumika, Wa'amidna bi'asrarika fitaraini amin. Salatullahi warahman alaikum ya waliyallah. Atainakum wazurnakum waqafna ya waliyallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إلى حضرة أرواح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغرب يبرخ ومغرب وخصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسيخنا ومسيخنا ولأقربائنا ولأستاذنا ولجيراننا ولأعدائنا من جميع الناس والجن ولجميع الناس من أهل قريتنا وأهل بيتنا وحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة شؤون الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى يرتب المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله سبحانه وتعالى عبدك وسيعه الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سيدنا محمد حبيب الله. لا إله إلا سيدنا محمد حبيب الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اغفر لي ولوالدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى والاستقامة. اللهم جملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى والاستقامة. اللهم تقبل عسل ثوابنا قرأناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه وما صليناه وما دعناه لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين.
وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين واثم الى حضرات قد الربان والغوث الصمدان سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وائمة الاربعة رضي الله عنهم واثم الى حضرات ارواح سائر الاولياء الله وعلماء الله في هذه الولاية وهذه القرية واثم الى حضرات ارواح سبه بك وزوجاته وذرياته اجمعين واطمئن حضر بأرواح سبح ومصيدا سبح عبد الكريم سبح منكم وزوجاته وذرياته أجمعين واطمئن حضر بأرواح جمع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا مساجد الأرض إلى من ضر فيها برها وبحرها وحسن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولأقربائنا ولأستاذنا ولجيراننا ولأعدائنا من جميع الناس والجن ولجميع الناس من أهل قريتنا وأهل بيتنا وحوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم نور قبورهم بنور الإيمان والإسلام كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم قبرة من حفاظ النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة على سائر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.